الشعر يا سيدنا له مقام، وعن مقام حضرتك هو اللي خلاني انشد واقفا فكراما عليك. اما انا فانا اقرا يعني وراحتي، يعني اقرا واقفا او جالسا، هذا انت يعني يناسبني، لكنه كرامه لحضرتك عملت كده. بخصوص الصالون، بخصوص الصالون من 3 سنين تقريبا او اكثر، جايبين الصالونات اللي انا حضرتها او حضرت بعض فعالياتها يعني، وهم مشكورين جميعا وفقهم الله. كان اسم الكاتب او الكاتبه مقدم على اسم الصالون، ولما تيجي تفحص الصديقه الكاتبه او الصديق الكاتب فتدرس مشهور الجمالي او الادبي فتلاقيه ان حضرته او حضرتها يعني لسه في ضروره انتاجه ولم يقدم مشروعا جديدا، وتكتشف انه الكبار والكبار فقط ممكن يعمل الصالون او المنتدى واسمه ما يتقالش، لكن معروف احنا رايحين عند مين او مقابل. فكان الرد انه ما دمت اخترت اسمك لابد تكون مشروع. طيب ولو ما اخترتش اسمك تعمل صالون عشان تقدم مشروع؟ صحيح ما عرفش الاستاذ رضا ابو شنب، وعرفت روحه الطيبه الان في هذا المجلس الطيب، جزيل الشكر لحضرته انه لما قال صوت مصر كتب اداره رضا ابو شنب وقال في كلمته انه سواء رضا كان موجود او مش موجود ده صالون صوت مصر، دي قيمه نبيله، واظن ان هذه القيمه النبيله وهذه الروح هي التي دفعت كل الارواح الطيبه في هذا المجلس الطيب ان تحضر. صحيح ما كنتش اعرف استاذ رضا ولا كنت اعرف الصالون جاي بشكل قدري تحت، لكنه شكرا لكل المقادير الطيبه اللي خلتني احضر واشوف الاساتذه الكرام الموجودين. دعوني احدثكم في دقيقه واحده ان ما ينقص المشروع الثقافي المصري هو الحفاظ على التراكم، بمعنى صالونات صالونات كتب كتب دراسات دراسات. هو ينفع يا جماعه ان احنا نوجه جهودنا؟ ينفع نحط هدف استراتيجي واحد مثلا يعني ونشتغل عليه 3 4 شهور ويشتغل عليه فريق فيبان التراكم وتبان الجوده؟ جزيل الشكر على اتاحه الوقت اللي انا اخذته، شكرا للاستاذ رضا ابو شنب، شكرا للكبار في كل المجلس. يقول كيف لانثى ان تعلو على الحب والحب في الربيع يذبله السرير، وفي الكتاب ساسال عنكن يا مهملاتي أمام النهر والبحر الجميع هنا حاضرون بالغائبين، ولست سعيدا بالصباح الكسيح بينهم منهم ولست منهم، وأنت أيضا هيا تعالي صدقي رؤياي، لا يعرفون الحرية في البوح فكيف سيقدر نمورك في الظلام، لا يعرفون الحرية في البوح فكيف سيقدرون نورك في الظلام، وانت رهيفه والخيال حولك يؤسسه غزال لم ير الماء القديم. اعرف مكان الغيوم واسماء القطرات والارواح العطشى، اعرف مكان الغيوم واسماء القطرات والارواح العطشى، علمني الشعر وخصني به. قرئ هذا المقطع اهداء الى هذه الليله الطيبه والى الشاعر النقي رضا ابو شنب.
من جميل ان يعني يخش الشمس اللي بيتكلم عنها الدكتور محمد ابو حليمه اللي بيقول يقبلون نورتي في الظلام. ولو ان يعني كنت افضل انهم يفضلون نورتي في وضح النهار. ففي وضح النهار كان استاذي الاستاذ لا يعرفون الحرية في القوم فكيف سيقدرون نورك تقبلان وأنت وأنت رهيفك والخيال حولك يؤسس. أنت بقى خلينا يعني أنت بقى استعرضنا منك الجزئية دي. أنت أنا مسكت عدت تقول لي على حاجة عدت إزاي على مدة يعني عدت براحتك. طيب طبعا الدور اللي شرفنا هو الأستاذ الدكتور رمضان الحدوي. شكرا. بس انا لو اردت انا اتفضل. انت تشكر على المقدمه الهائله، تشكر على الروح الطيبه والله. الله يبارك فيك. تمام. انا شايف النص اللي هو قاله فكره وانا قاعد حتى بتكلم مع الاستاذ محمد لقيت عنده نوع من التصوف لفكرته. دائما تلاقي صادر تجاره يتصوف ويبقى مقطع ليه ومؤمن بيه قوي. عشان كده ايه؟ لما سمعني الأول مقطع كده من هذا النص الجميل اللي أبدعنا بيه أنا مش عارف حسيت إن أنا قدام يعني مبدع حقيقي له مشروع حقيقي هو مؤمن بيه. يعني لما يقول يعني الدكتور عروة الزماني وبعدين يجي بيه المفتاح يقول لي يا بلاد فين؟ بعد ما أمشي 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 وأنا مطبقه على بنت خالتي هو راح جاي حاطط لي مفتاح كده في السجن وبعدين ساب الواحد. يعني هو بياخدك بلحظات تنوير وبعدين بياخدك لحظات ثانيه. وكان نفسي طبعا الدكتور ابراهيم حافظ الفرع لهذا النص الموسيقي الحالم الجميل الدكتور ابراهيم حافظ الفرع. سمعت رائع يعني حدث جيد الحقيقه.